لتطويرها وعمل الخصخصة سوف تعود بدعم كبير مادي يعين الأندية في تطويرها والمنافسة العالمية في كرة القدم. هدية أخرى يقدمها رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد للدكتور صالح أحمد بن ناصر. شكرا للدكتور صالح بن ناصر، شكرا لنادي الاتحاد أيضا، شكرا زميلي خالد النفناف. ما زلنا تأكد على كلام الدكتور في حاجة لمثل هذا، مثل هالمنتديات، مثل الندوات، مثل الحوارات اللي يعني تنمي ثقافة الاحتراف وتنمي الفكر الاحترافي إداريا وحتى على مستوى اللاعبين والإعلام. ذلك احنا ما زلنا في حاجة كثيرة، في حاجة ماسة لمثل هذه الندوات ومثل هالمنتديات المهمة جدا. وأعود كل الشكر أيضا لنادي الاتحاد اللي احتضن هذا المنتدى على مدى 3 أيام، أتمنى أن يأتي أكله أيضا من خلال الاهتمام والحضور للقائمين، جميع القائمين كمدراء التسويق أو يعني مسؤولين إداريين أو أيضا شؤون لاعبين، كل ما يمكن أن يتعلق بمنظومة الاحتراف. سيدورف في لقاء خاص لكل الرياضة، نجم اي سي ميلان أيضا زميلي مهدي المزارقة التقى معه في دبي وطلع بهذا التصريح، نتابع ثم نواصل معكم ما تبقى من كل الرياضة. قامت أديداس الشريك الرسمي للملبوسات الرياضية الخاصة بنادي اي سي ميلان لكرة القدم باستضافة جلسة حصرية للفائزين 5 بمسابقة وقع لنادي اي سي ميلان من أديداس. وقد قام أعضاء فريق اي سي ميلان أبطال العالم للعام 2007 بإقامة مؤتمر صحفي بدبي فيستيفال سيتي، وقد حضر المناسبة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام المنضم حديثا للاي سي ميلان إلى جانب النجمين كاكا وكلارنس سيدورف، بالإضافة إلى مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي والمدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة النادي أدريانو جالياني. السعودية الرياضية كانت حاضرة في المؤتمر، إضافة إلى العديد من وسائل الإعلام العالمية الأخرى والتي وجهت أسئلة للنجوم الثلاثة الذين بدورهم أجابوا عليها. الزميل مهدي المزارقة تواجد في معسكر اي سي ميلان والتقى بالنجم سيدورف في لقاء خاص للسعودية الرياضية. أهلا وسهلا فيك. Thank you for having me. نسأل السؤال، ما هو المركز الذي تفضل اللعب فيه؟ محور أم خلف المهاجمين؟ In which position do you prefer to play, center midfield or behind strikers? Well, behind the strikers is center midfield, so. خلف المهاجمين هو نفس أهمية المحور في الفريق الذي ألعب فيه والذي يعج بالمواهب، ولكنني شخصيا أفضل اللعب خلف المهاجمين. هل تنوي الاعتزال في اي سي ميلان أم تختتم حياتك الكروية في مكان آخر كأياكس مثلا؟ Do you plan to retire in Milan or do you consider ending up your career in some other club like for example Ajax? No, I'm not thinking about retiring at the moment. أنا لا أفكر بالاعتزال حاليا، أريد أن ألعب على الأقل 3 مواسم أخرى بأعلى مستوى، لذلك لا ترد في بالي فكرة التوقف. ما هو هدف سيدروف في الفترة المتبقية من حياته كلاعب كرة قدم؟ What are Sidorov's ambitions for the remaining period of his career? Well, to be every year competitive at the highest level. أريد أن أطور نفسي لأعلى مستوى، وحقيقة أنا أشعر بأنني أفضل في كل عام لآخر 7 سنوات، وأتمنى أن أفوز بلقب مهم مع فريقي. لماذا انتقلت من ريال مدريد الإسباني رغم تقديمك مستوى كبير معه؟ Why did you move from Real Madrid despite the fact that you gave an impressive performance while playing there? Yeah, I had a fantastic period in Madrid. We won everything. بالفعل قدمت أداء رائعا مع ريال مدريد وفزت بكل الألقاب، ولكن كان علي اتخاذ قرار للتغيير في حياتي المهنية، ولكن يبقى ريال مدريد في قلبي. ولماذا خرجت من انتر ميلان؟ Why did you leave Inter Milan? Well, at Inter I've had 2.5 years very intensive. لعبت في الانتر 2.5 عامين، وكانت تجربة مشجعة، ولكنني تركتهم لأن المدرب لم يكن يريدني في الفريق ولم يكن يريد حتى رونالدو، فذهبت أنا لأي سي ميلان
بينما ذهب رونالدو إلى الريال، وكان المدرب يريد أن يغير شيئا في الفريق. ما هو الهدف الأساسي لميلان هذا الموسم؟ الدوري أم الكأس أم كأس الاتحاد الأوروبي؟ What is AC Milan's main goal this season? Is it league or the UEFA Cup? Oh, definitely the league because that will bring us back in. بالتأكيد هو الدوري، والهدف الثاني هو دوري أبطال أوروبا، لأن الدوري يؤهلك للعب في دوري أبطال أوروبا في النهاية. هل تعتقد بأن بإمكان شيفشينكو أن يعود لمستوى السابق مع ميلان؟ Do you believe that Shevchenko would be able to regain his shape with Milan? We're going to see. It depends on him. You know, he has been put in. يعتمد عليه، وهو يحاول أن يعود لما كان عليه قبل ذهابه لتشيلسي. ونأمل بالتأكيد أن يعود لمستواه لأنه سيفيد الفريق. كثر الحديث مؤخرا عن ارتفاع المعدل العمري للاعبي ميلان، هل ترى أن ذلك سيؤثر على المستقبل القريب للفريق؟ Recently there have been a lot of arguments about the high age average of Milan players. Do you see this affecting the team in the near future? It's always important to make note. وهو مهم أيضا لتقديم الوجوه الشابة بطريقة صحيحة، ولا يجب القلق بسبب عامل السن، لأن ذلك يعطي الفريق جرعة كبيرة من الخبرة. هل ترى أن كثرة اللاعبين البرازيليين في الفريق أمر إيجابي أم سلبي؟ Do you see the increasing number of Brazilian players in the team at an advantage or is it otherwise? No, I mean I'm very close to the Brazilian guys. أنا قريب للزملاء البرازيليين، وهم رائعون في التعامل كما أنهم أصحاب مهارات كبيرة في الملعب. ماذا يعرف عن الكرة السعودية؟ Okay, what's your information? What do you know about the Saudi football? I know they have a lot of talent. I know they have a lot of skills. أعرف بأنهم أصحاب مواهب رائعة ولديهم مهارات جيدة من خلال مشاهدتي لهم في كؤوس العالم وكأس القارات، وأعتقد أنهم سينافسون في المستقبل. هل يعرف أي اسم من أسماء لاعب المنتخب السعودي؟ Do you know any names in football, Saudi footballers? No, I don't know the names. No, not specific. هل سيكرر الاحتراف في السعودية بعد؟ Sometime in your life, or you would like end your career in Saudi league, for example. No, I wouldn't be thinking about play. As I said, because I don't want to finish my career. لا، أنا أريد أن أنهي مسيرتي في أعلى مستوى، وبالإمكان أن أساهم مع الكرة السعودية بآرائي ومعرفتي بكرة القدم في المستقبل القريب. أشكر باسم القناة الرياضية السعودية. Okay, thank you so much for your time from Saudi TV. Thank you so much. Thank you. يعطيك العافية مهدي، شكرا لك زميلي مهدي المزارقة، أجرى هذا الحوار مع سيدورف في دبي، وزي طارق المنصور قام يعني بدور الترجمة أيضا الفورية لهذا الحوار الجميل. أيضا سيدورف يعني تحدث عن الكثير من الأمور المتعلقة بمهنيته بحظوظه مع إيه سي ميلان، لماذا انتقل من ريال مدريد وهو عاشق للريال كما ذكر، وتحدث عن الكرة السعودية بأنها تمتلك الكثير من التالنت على ما قال. والله عندنا الموهبة يا سيدورف، وعندنا يعني صدقت عندنا الموهبة وعندنا الفردية الرائعة والسكيلز والمهارة، لكن الله كريم، فقط ينقصنا بعتب قال سبحانه وتعالى الفكر الاحترافي ويعني ثقافة الكرة الشاملة، يعني المهارة مطلوبة لدى اللاعب لكن كيف يوظفها للمجموعة. بصراحة ما زلنا نعاني، لكن نقول الله كريم الجماعية المطلوبة في كرة القدم هي ما ينقص اللاعب السعودي على مستوى الدرجات، يعني مستوى الأشبال أو الشباب أو الأولمبي أو الأول، يعني بكل صراحة ما زلنا نعاني من الفكر الشمولي، من فكر جماعية كرة القدم وتوظيف الفردية والمهارة الفردية لصالح المجموعة. إذا دامنا نعرف وش علتنا راجين خير إن شاء الله، أهم شيء تعرف وش اللي فيك بعدين توجد له العلاج، توكلنا على الله. شكرا وإن كان طول العلاج، الله حق ما غزني بطني طول، هو صراحة من زمان احنا عارفين، أنا كان شكوى عنه. شكرا مهدي، يعطيك العافية زميلي المهدي المزارقة اللي أجرى هذا الحوار مع سيدورف، دائما ما تكون لك بصمتك الرائعة والحلوة. شكرا لك زميلي المهدي، شكرا لكل زملائي في الخلف في الإعداد حقة زميلي عبد العزيز الناجي وزميلي فهد المرزوق، أيضا زميلي يحيى مساوى كالمعتاد
في متابعة الزملاء والإشراف على برنامج كل الرياضة. أشكر زملائي أيضا زميل عبد المجيد النفيس اللي واقف معي هنا.